السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم تدشين الكيا كادنزا أخيرا 2021 في مدينة سيول في كوريا الجنوبية. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا حصلت كيا كادنزا على فيس ليفت جميل، وطبعا زي ما انتم شايفين الشبك أصبح بشكل أجمل وأعرض من السابق. الليد أصبح بجهة سفلية موازي في حواف الشبك. طبعا في ناس تقبلت الشكل هذا وفي ناس ما تقبلته، ولكن أرى الناس تختلف. وهذه طبعا صارت الآن إشارات مكان الكشافات سابقا. طبعا لا يوجد كشافات البلاك بيري على هذا الموديل، على جميع الفئات تجي كلها الإشارات محل الكشافات السفلى. زي ما انتم شايفين شبك أمامي مطعم بالكروم بشكل أعرض. الصدام أصبح بهوية المزاراتي. المحرك أتى بعدة فئات زي ما أنتم شايفين، طبعا تلاحظون في الصورة، بس أنا أقول لكم هو تقريبا محرك 2500 سي سي ومحرك 2.2 هجين ومحرك 3000 سي سي ال بي آي ومحرك 3000 سي سي يولد 366 حصان. وتم تأكيد أن هنالك محرك آخر 3300 سي سي يأتي على فئة الفل يولد 290 حصان، وهذا خبر جميل للشرق الأوسط وتم تأكيد هذا الخبر. وكما تلاحظون من الجهة الخلفية أصبحت الإنارة زي ما قلنا سابقا بتقنية اللايتينج بشكل أجمل. زي ما أنتم شايفين أصبحت متصلة، أعطتها طابع هوية فخمة. شكمانين مطعم بالكروم ما شاء الله تبارك الله. شعار كيا، هذه ماكينة 3000 سي سي كي 7 بريمير، وهذه الداخلية للكيا كادنزا. زي ما انتم شايفين اصبحت شكل اجمل من السابق. طبعا ازرار السقف اللي باتجاه الشماسه فوق طبعا نفسها ما تغيرت. ايوه زي ما انتم شايفينها فوق السقف البانورامي بشكل اجمل. تكييف خلفي بشكل اجمل، واصبح الان شاحنين USB في الخلف، وهذا شيء جميل. زي ما انتم شايفين الباب اصبح الان مطرز نفس تقريبا الموجود في الليكزس الجديدة. تخشيب بشكل اجمل، تخشيب طبيعي ما شاء الله تبارك الله. كراسي جلد، هذا شكل الماوس الجديد اللي هو الدرايف مود. زي ما انتم شايفين باقي الازرار اللي هو تبريد تسخين مراتب نقطة عمياء ستارة خلفية بريك البصمة حاملة أكواب. هذا الجير الجديد طبعا حسب ما قالوا تقريبا الجير من 8 سرعات ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه النسخة اللي صورها أتوقع نسخة 3000 سي سي تقريبا 266 حصان، شاحن لاسلكي وشاحنين USB مع IOX، وهذا شيء جميل. طبعا اللون تقريبا بيانو بلاك، هذا شكل المسجل الجديد. طبعا لغوا الساعة الوسطية اللي كانت موجودة سابقا. هذه الأزرار ميكانيكية، تحكم منفصل بين السائق والراكب، شاشة حجم 12 إنش فيها أندرويد أوتو وكار بلاي. طبعا فيها أنظمة نفس أنظمة الكيا تورولادو الجديدة اللي هو نظام الصوت الجديد اللي تكلمنا عنه، اللي قلنا اللي هو نظام الصوت الجديد اللي هو الكي ريل بدل سماعات كارمن هاردون، تعطي تجربة صوتية جميلة. وأتوقع تقريبا تأتي ب 12 سماعة على جميع الفئات ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين الشاشة بتصبح بشكل أجمل ونظام جديد. طبعا اللي يبغى يعرف أنظمة الشاشة يقدر يراجع فيديو اللي هو حق الكيا تورولادو الجيب الجديد، تقريبا نفس الشاشة ونفس المواصفات ونفس الأوبشن اللي عليها، يكتب في اليوتيوب وبيلاحظ شرح مفصل. شاشة جدا جميلة بصراحة.
والآن جالس استعرض تقريبا. طبعا هي الآن باللغة الصينية، ولكن إن شاء الله راح نشرحها لكم إن شاء الله وقت ما يتم وصولها للسعودية. طبعا ستصل السعودية إن شاء الله ممكن يعني خلال بداية 2020 إن شاء الله، على أنها موديل 2021 بمشيئة الرحمن. زي ما أنتم شايفين الخيارات أندرويد أوتو، كار بلاي، والمزيد من الإعدادات البسيطة، نظام سيستم جميل. طبعا على ما اعتقد هو جالس يشرح وضعيات السماعة او شيء زي كذا، وضعيات الصوت جالس يجرب على ما اعتقد. النظام الجديد هذا شكل الدركسون الجديد، نفس السابق تقريبا، ولكن بصبح بشكل اجمل من السابق، خصوصا الازرار الميكانيكية اللي في النص تم تغييرها بشكل اجمل. عداد الرحلات في اليمين والاوامر الصوتية في الجهة اليسرى. جلد مكسو بالجلد، تطريز جميل وبسيط. الآن الطبلون أصبح بشاشة إلكترونية وليس عدادات مثل موديلات السابقة. تخشيب جميل، تخشيب طبيعي أو صناعي بصراحة ماني متأكد، ولكن على ما يبدو أنه خشب طبيعي لأنه ما في زي اللمعة أو شيء زي كذا. أصبحت بشكل أجمل من السابق. تطريز أيضا في كرسي الراكب. الدرج أصبح بشكل أجمل وأصبح مكسو بقماش خفيف على ما أعتقد، وليس بالبلاستيك مثل الموديلات السابقة. جدا جميل. طبعا فيها تقريبا حوالي من 9 إلى 12 إلى 11 إيرباج حسب ما اتضح في المؤتمر، حسب ما قالوا إنه الإيرباجات حسنوا عن السابق. طبعا فتحة التكاية مثل الجينيسيس تفتح بجانبين وليس الجهة الخلفية مثل الموديل السابق. طبعا شاحن داخلي، حاملة تخزين داخلية ما شاء الله. طبعا كثروا المنافذ السماعة ومنافذ الشحن، هذا شيء جميل بصراحة في الموديل الجديد. يعني بصراحة المواصفات الموديل هذا بصراحة يعني جدا جميل، تتفوق عن سابقتها خصوصا الداخلية والخارجية. طبعا هذه آراء الناس تختلف، في ناس تقبلت الشكل وفي ناس مدحت في الشكل. هذا شكل المراتب، طبعا مطرز، طبعا هذا جلد نابا، أفخم أنواع الجلد. طبعا هذه فئة الفل، الفل اللي صورها، تطريز من الجانبين ما شاء الله. هوية كي 7، هذا الشيء الجديد اللي أضافوه. طبعا اسمها برا في كوريا كي 7، وعندنا في السعودية اسمها كيا كادنزا. ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. هذا كرسي الراكب ما شاء الله تبارك الله، أضافوا طبعا خط كروم من عند الشاشة المكيف، وهذه الخلفية وهذه الواجهة. أتمنى أكون أفدتكم بهذه المعلومات البسيطة.